أستاذة عنايات تتفضل. أستاذة مين؟ أستاذة عنايات. أستاذة عنايات تتفضل. ألو، السلام عليكم. هتتكرمي عليا يا أستاذة عنايات وتعتني شوية وتوطي لنا التلفزيون شوية وتسمعينا من التلفزيون أو تسمعينا في التليفون. حاضر يا حضرة الشيخ. أنا ازيك يا حضرة الشيخ؟ اتفضلي يا فندم. عليكم السلام. دلوقتي جوزي حلف عليا بالطلاق ان انا كنت بروح المعهد احفظ قران، وحلف عليا بالطلاق ان انا ما اروحش احفظ قران، وانا عايزه اروح. طيب المشكله ان هو لما حلف عليا ما كانش السبب خالص ان انا بروح المعهد. طيب يبقى انت بتساليني دلوقتي هو حلف عليك ان انت تروحي تحفظي القران، فانت لا دلوقتي حلف عليا ان انا ما اروحش اروح المعهد ده تاني، ما اروحوش. كويس، يبقى هو حلف عليك ان انت ما تروحيش في المكان ده عشان تحفظي القران، صح كده؟ اه. فانت بتقولي دلوقتي انا عايز اروح احفظ في المكان ده فنعمل ايه بقى، صح كده؟ ايوه، وانا عايز اروح المعهد بيقول لي احفظي في البيت، بس وانا عايز اروح المعهد وهو حلف عليا وانا مش عارفه اعمل ايه، وانا لو رحت من وراه كده يعني انا مثلا متحرم عليه ولا حاجه؟ استني بس ما تكبريش المسائل، السؤال دلوقتي هل ينفع اروح من وراه؟ مش لو روحت من وراه تبقى مش مساله، السؤال كده انت بتحرقي مسافات يا استاذه عنايات. انا اجاوب على حضرتك، اجاوب على اسئله حضرتك، انت سالت 3 اسئله واجاوبك عليهم. اول حاجه هو هل من حقه ان هو يحلف عليك ان انت ما تروحيش تتعلمي من ده؟ هو من حقه ان هو يمنعك ان انت تروحي مكان لاسباب كتيره، ممكن يكون اسباب فيها خطر، التفكير في المكان ده مش كويس، الناس هنا فيها شيء من التطرف، فهو لو عمل كده هو لازم يبين لك. يبقى اول حاجه هو لازم يبين لك، فهو لو اقسم عليك ما تروحيش بس في نفس الوقت تتعلمي. تاني اذا اقسم عليك ان انت ما تروحيش في المكان ده ما تروحيش عشان تحافظي على اسرتك، وان التعليم بقى مفتوح دلوقتي ومتسع واماكنه كتيره وادواته كتيره جدا جدا جدا، يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه انت بتساليني هل يجوز ان هو يمنعني عن التعلم؟ المنع عن التعلم لا، لا يجوز ان هو يمنعك عن التعلم، بس هو منعكيش عن التعلم، هو منعك من الروح للمكان ده. ده واضح؟ يبقى دي تاني حاجه. تالت حاجه بقى انت بتقولي لو رحت من طب ليه كده؟ ليه تروح من غير وراء؟ ليه تروح من وراه؟ عشان هو مش موافق؟ طب ما انت هتعمل مشكله اكتر من كده، وبعد كده تقولي تلبسيه ان هو راجل بيكره الدين؟ لا، انت دلوقتي بتعاندي معاه، فانت لو بتساليني عايزه تعملي ايه؟ روحي شوفي مكان تاني او شاوريه في مكان تاني، قولي له انا عايزه اتعلم. اكيد هو بيمنعك لان هو اما في او شايف ان في تقصير في البيت، او شايف ان المكان دوت مش مناسب وهيعلموك التطرف، او شايف اي حاجه، شايف اي حاجه معينه. اقعدي معاه واتكلمي معاه. لقيتي ان كلامه دوت كلام فيه تعنت او اي حاجه، جيبي حد من الاقارب، حد من الناس يتكلم معاه ويحاول يفهمه، ويفهمه ان انت لو تعلمت الدين هيكون ده احسن للبيت واحسن للاسره. لكن ما تجيش انت عايزه تروحي تتعلمي الدين وتعملي مخالفه شرعيه بان انت تروحي من وراه، طب ما انت كده بتسعي في خراب البيت. لا، انا بقول لك واحده واحده، وده مش معناه كده ان انا بنصره عليك ولا حاجه، انا بكلمك بس على اصول العيش بالمعروف في البيت. يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى نجيب حد يقنعه ان انت تروحي تتعلمي، لكن تروحي من وراه، طب ما انت لو رحت من وراه ايه اللي هيحصل؟ البيت هيولع. فلازم يبقى في عندنا حكمه وعندنا صبر عشان نقدر نتعامل مع كل هذه المواقف. نعم.